كابتن شريف، هي المباراة من جانب واحد، ولكن أكيد ليها إيجابيات. طبعا كل الإيجابيات بتصب كلها مش في مصلحة الجهاز الفني والفريق بس، اللعيبة نفسها، اللعيبة اللي شاركت. كنت بتكلم مع ماهر في تطعيم الفريق الأول بالناشئين. النهاردة من أول المباراة كان زياد طارق. أيوه. وزياد طارق اللي حقق لك الهدف الأولاني. اشتراك كريم فؤاد ورغبته ان هو يثبت يبقى الوجود. أيوه. اذا كان الجول اللي جابه اهو راح المنطقة دي وكانه وحاول وكرة ساعدته ودخل الجول. حسام حسن جاب هدفين النهاردة وجاله بتاع 6-7 فرص، مش هيشوف نفسه النهاردة وشاف نفسه النهاردة ازاي يتعامل. يعني حصل له عملية رجوع. حسام حسن عنده مقاومات راس الحرب، بقول لك 6 اشهر. ايوه. مباراة النهارده دي خلصته من حاجات كتير قوي. اعباء وضغوط واداء ووقفه في الملعب ازاي وازاي يستلم المباراه اللي احنا شايفينها ان هي ما فيهاش نديه دي. انما تديله ثقه. انما اللي بيلعب فيرود دايما انت عارف تبقى تحت ضغط على طول. مظبوط. ان سهل على المدافع انه يراقب، سهل على المدافع انه يخش عليك بسرعه. انه ف ناس كتير قوي النهارده هتستفيد من التجربه دي، بس في ناس كمان لازم التجارب دي تاخدها بجديه زياده عن اللزوم. لعيبه قصدك؟ يعني مش مساله ان انا بلعب مباراه زي دي في عيد الدفاع الجوي وتمثيل مشرف يعني، لا. خليني اسالك سؤال تاني بصراحه يعني. هل ممكن لعيب يكون فكره كده يعني يقول لك ما انا مهما برضو يعني تالقت او مهما اجت مش هيتم الاستعانه بيا الفتره اللي جايه؟ ممكن يكون ده في فكر بعض اللعيبه؟ لا، انت في مرحله دلوقتي كمان داخل على ميركاتو جديد. يعني داخل على نظره جديده. ايوه. ويجوز يحصل فيها تغييرات شامله في كل حاجه. ايوه. الفتره الجايه دي فمش هيقعد الا اللاعب. ايوه. مش هيبقى موجود والتقييم الا للاعب. صحيح. وفي لعيبه كتير قوي من قطاع الناشئين، المار قال لك في المنتخبات اللي هي 2001. ايوه. وفي في 2003 و2005 في لعيبه كتير قوي مرشحه. ايوه صح. ان هم يبقوا موجودين وعندهم الرغبه ان هم يبقوا موجودين. أيوه. يعني انا وحشيش بنروح ساعات نراقب مباريات هناك. عمر سيد معوض مثلا. ده لعيب بروميسنج واعد جدا. في شويه حاجات كده بتتقال له وتعليمات بتتقال له، انما هيبقى من اللعيبه اللي انت باذن الله هتشوفها هتفخر بيها. ايوه صحيح. محمد اشرف زي ما انتوا كنا بنتكلم عنه من فتره كبيره. مظبوط. دخول اللعيبه دي لما لعبت المباريات ولعبوا اساسي وادوا قدام الاسماعيلي وادوا قدام المحله على ما اعتقد انبي وعملوا مباريات كبيره جدا. ايوه. واعتمدوا على بعض وادوا لنا كوره قريبه قوي لمستوى افضل. انك انت في اي وقت تقدر تستعين منهم باي حد. صحيح. وفي لعيبه بيقابلوني من الناشئين زعلانين ان هم يعني متاخرين ان هم يخشوا جوه التيم، عندهم الرغبه مستعدين يعني في حاله ترقب. أيوة. بينهم وبين نفسهم مستنيين فرصه، مش عايزين ما يتمرنوش كل يوم. أيوة. خلاص بقوا دخلوا في شكل احترافي. أيوة. حسوا بقيمه الدرجه الاولى شكلها ايه. وفي لعيبه انت هتحس النادي الاهلي زي ما عمل مع احمد عبد القادر وعمل مع لعيبه كتير قوي، محمد عبد المنعم، هتطلع اعارات وهتبقى فايده ليهم كبيره قوي. هيلعبوا بقى في انديه وهيلعبوا ويرجعوا لك تاني، ودي بتبقى بمثابه شكل احترافي جديد للولاد اللي هم في سن الصغير ده لو اللجنه او النادي او المدرب شاف ان اللعيبه دي في السنه دي اللي احنا داخلين عليها احسن لها ان هي تكون في مكان تاني وتلعب كوره وتحتاج وتاخد خبرات اكتر. فالتجارب اللي زي دي انا ببقى سعيد بيها ايام ما كنت بلعب لما ببقى راجع من اصابه. بتخليني ابقى عارف انا حتى مدى اصابتي شكلها عامله ازاي، انا خفيت ولا ما خفتش. انا بيضغط عليا هنا في الماتشات الحبيه اكتر من الماتشات الرسميه. ايوه. لان الماتش الرسمي المستوى الاول كله بيبقى بيلعب جنبي. مظبوط. مش في تطعيم من الناشئين او في ف انا بالنسبه لي المباريات دي انا بحبها جدا. بتدي ثقه للعيبه كلها، بترجعهم
فيما مضى. انما انا عايز اقول لكم على حاجه، واحنا لعيبه كلنا عارفين، مهما اللعيب اتاخر او ما لعبش او بعد عني، انما يقدر يرجع في ماتش. وهديك مثال، مثلا صلاح محسن. صلاح محسن ده مصاب على طول وبيتاخر على طول، ودخوله في المباريات قليل جدا، ويجي يلعب السنه فاتت مباراه زي بتاعه سان داونز، ايوه كويس، ويعمل لك الفارق بهدف، ينزل بخبرته بادائه يروح جايب جول. ماتش الزمالك يروح برده جايب جول، ودي ماتشات مهمه جدا. ايوه، ف دخول اللاعبين نفسهم في المباريات بتحسسهم دايما ان هم انت كجهاز فني قريبين منك. مظبوط، عندهم كوره، عندهم خبره، الحاجات دي بترجع الثقه جامد جدا. ايوه، فاللعيب ممكن يرجع لي اكنه بقاله سنه بيلعب كويس قوي بهدف جابه مهم جدا، تنسى كل ان هو بقاله بتاع 6 اشهر مش معايا، مش موجود. فاللعيب في كل ماتش بيلعبه، حتى لو حبي النهارده مضى، النهارده موجود عندي، الناس اتفرجت عليه، هتقدر تقيم وتتكلم عنه، وتقدر تقول يخش ولا ما يخشش بعد كده. هو مع نفسه هيقدر يحدد اسلوب التمرين اللي جاي بالنسبه له، والتزويد شكله ايه. فرحان انا النهارده حسام حسن جايب جونين، لا هتلاقيني بيني وبين نفسي بكتف نفسي، بدوس اكتر، بخش بدي فرصه للناس انها تشوفني اكتر. صحيح. مع محمد شريف وبرشتاو، يعني بيبقى فيه روح المنافسه، انت كسبان في الاخر كنادي. مظبوط، والفرقه هي كلها، هي اللعيبه كلها كسبانين، كسبانين بعض. بنتمنى كل اللعيبه، عشان كده قلت لك النهارده ايه، ما يطلعش حد مصاب خالص. صحيح، ده اهم حاجه. فجود لك النهارده المباراه انا اتفرجت عليها وعجبتني، وبالنسبه للدخول بقى وخروج الفرقه، ده اللي احنا محتاجينه في الفتره دي. صحيح، احنا داخلين على فتره مهمه جدا محليه، ومواجهه بقى اول تصفيات افريقيا باذن الله. تجربه